سلك امورك مع الله، سلك امورك تمشي بالواسطه، بالواسطه اقصد. قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون، ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض، ام نجعل المتقين كالفجار، وايضا ام نجعل الذين سالوا كالذين لم يعبروا. واحد هذا ما واحد، واحد راح المقابله وما قال يا ربي يسر وفقني، قال عندي شهاداتي، والثاني قال يا ربي وفقني يسر لي، ما عندي حد غيرك يا ربي. سيان؟ لا ما سيان، ما سيان. فهنا التوفيق في الحياة تعتمد 20% على الأسباب المباشرة، شهاداتك، أوراقك، خبراتك، أشيائك، أمورك، كلامك، منطقك إلى آخره، هذه الأسباب المباشرة تشكل 20%. 80% من التوفيق يعتمد على نوعية علاقتك مع الله. بس أسألكم، هذا النظام موجود في الحياة ولا ما موجود؟ يوم عندما يأتي أي شيء في موضوع الدنيا يهتم الإنسان بالأوراق، بسرعة بشلك أي وراق، لكنك لما تروح مع صاحب القرار رتب عملك زين، ما كذاك؟ هنا شغل، ما شغل هنا. إذا صاحب القرار رضي أن يساعدك هذا كله ما يهم، هذا كله يتجاوز لك إياه، أبو ينقص يتجاوز معك، ما هكذا؟ ونفسي هكذا مع الله، هكذا مع الله. فالأسباب غير المباشرة، يعني أقصد الواسطة، العلاقة المسبقة، مش يقول مثل العمان يلين السير، يلين السير معه، يعني بمعنى يسلك الأمور قبل يصفتها الأمور. فتصور الإنسان ما بينه وبين الله علاقة، لا يدعو ولا يتصدق ولا يهتم ولا شيء، البر البر بس، عاد وقت الحاجة قال يا رب وفقني الشيء الثاني. زي انت قبل أمس كنت مثل نقول لقارهم غني صاحب قرار قارهم، ولا يدخل يسلم عليه ولا يشوفه ولا حاجة ولا شيء البر، وقبل قال يروح اليوم باكر باكر معنا مقابلة في مؤسستكم، زي وش باغي؟ بغانك تساعدني. زين زين أنا ما أعرفك أنت، ليش ما تجي تسلم علي؟ نحن جيران وبيتي مفتوح وأرحب بك، وبعدني أقدم لك قهوة وأجيب لك شاي كرك، ما قصر فيك، ليش ما تجي تسلم علي؟ حصل ولا ما حصل؟ أيوة. فهكذا مع الله سبحانه وتعالى، فإذا أردنا أمورنا أن تسلك فعلينا أن نركز أكثر على الأسباب المباشرة ولا غير مباشرة؟ غير مباشرة، أسباب غير مباشرة. مع تحيات جامع الريان بالمعبيلة الجنوبية، للاستفسار يرجى التواصل على الرقم 9594 4099.